سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم لذي حجر. قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا را کے بعد کون سی واو کیا کریں گے اس کو پڑھیں پھر. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول. فيقول ربي أهل.
كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية پھر سے پڑھیں إلى ربك نہیں ہے ربك ہی ہے پھر سے فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي